الدولية لأفضل من الناحية النهارية لعب الكازاخية من أن تتفوق وتقول أن الجولة الثانية هي جولة المدربين ونتيجة تحليلهم للمباراة كما ذكرنا المعايير السابقة التي رأيتموها لقاءات سابقة وسنعاود التذكير بها في خلال مجريات اليوم لمن لم يحضرنا في المباريات السابقة. MC ماري كوم دخلت هذه البطولة من اليوم الأول ذهبت إلى الدور الثاني مباشرة عبر الراي ثم تنافست مع اللعبة التانت في الدور الثاني فازت عليها 4-1 ووصلت إلى النهائي الآن مع نظيم. بالنسبة لنظيم فقد بدأت الدور الأول بلعب مع اللاعب رحموفا من دولة أوزبكستان ولقاء كلاسيكي بين الجارتين تفوقت على اللاعب رحموفا بنتيجة سبليس ديسيشن. كانت فرنسا صعبة على القضاء لأن اللاعبتان كانتا تتمتعان بقدر عالي من المهارة والمدية. يكون لدينا 5 قضاة في كل لقاء وعند الفوز بنتيجة 3-2 يكون الفوز سبليس ديسيشن قرار منفصل. تفوقت عليها وذهبت لتلاعب ايضا اللاعب ناديكا بوشا واللاعب ناديكا لم تصعد اللقاء مما آل لنظيم الى النهائي او كان القرار بايقاف الحكم اللقاء في الجوله الاولى بين نظيم وبين ناديكا لتأتي نظيم الان وتنافس MC ماري كوم اللاعب الاشهر على النهائي. هل سيحالف الحظ اللاعب الكازاخية التحدية؟ نتابع وإياكم هذه اللقطات المختارة من مخرج اللقاء. لقطات قوية هجوم قوي كازاخي وخبرة من اللاعب ماري كوم بتصدي هنا يمنى ثقافية ونحو الجذع لكن نحو الجذع اللاعب ماري كوم ويسرى مستقيم ومباشر نحو الوجه والالتفاف والدوران. أعزائي المشاهدين المدرب الأرجنتيني الآن الإيطالي اللي مدرب السيدات منتخب الهند من دولة إيطاليا وهو من المدربين المتفوقين كما الأرجنتيني في مدرب الرجال. الإيطالي سيد أحمد عوض الحكم الدولي يقطع الجرس مبينا ببداية الجولة الثانية. اللاعب الشهير ماري كوم الزي الأحمر تقف في وضعية الساوث بو واللاعب نظيم تقف في وضعية الأرثوذكس أو الوضعية الاختيارية. تبادل الكمات وتبادل التنافس لأنها لقاء قوي في نزال الذبابة 48 حتى 51 كيلوغرام. من سيكون الفائز بين كلتا اللاعبين؟ الخبرة المهارة نشاهد اللاعب ماري كوم لا تستعجل في النصر وتبني فقط للركلات المرتدة كما نرى التي تتطلب هجوم الخصم أولا بلكمة أو لكمتين يتخللها لكمة مباشرة أو لكمة على سبيل الرد استكمل النزال في الدقيقة الأولى 11 ثانية. هجمات متواصلة هجمات قوية أو اللاعب ماري كوم عن طريق الانزلاق وتلاقي أثر على النتيجة تمسح القفص كما يريد السلامة وتستكمل لكمام مباشرة يمنى اللاعب الكازاخية واللاعب الكازاخية توصل لكمات مباشرة نحو الوجه مستقيمة قوية والعون يد اليمنى للتعامل مع اللاعب الأصغر التي تطبقه بجدارة اللاعب الكازاخية. بالتأكيد درس المدربون في الأزرق اللاعب ماري كوم مرارا وتكرارا لدى العديد من المئات من المباريات الدولية وقد ترسل اللاعب الكازاخية بالركن الأزرق كيفية التعامل مع اللاعب الأشول. وهنا نرى من سيفوز خبرة من المهارة يسعدني ان يشاركني عبر الهواء وعبر طريق الهاتف الدكتور عاصم السيد مدرب في
ضرب الملاكمة للمنتخبات العربية السابقة وفي منتخب الإمارات ولديه فريق في العين في الفرق والفرق مدرب يعتمد على أيضاً عملية ولا على تعداد اللاعب جيد ولكن البك الشمالي صعب هي لعبة جزء اللعب في المستوى الاخر ولكن الشبكية مكتبة درجة جدا جدا وده من اصعب المباريات اللي ممكن تلعب حياتك سواء في مدرب او لاعب ولكن هي مكتبة درجة كويس هي بكوش تاخد حصة ثلاث لمات وبديها اليمين برضه رجل اللعبة الجزئية وهي طلعت واحد يعني عمل أربع علامات كما يقول خبير السيد الدكتور عاصم السيد وهو أيضا مدرس تربية رياضية بدنية ويعمل بعد الدوام بتدريب الصغار والكبار مدرب مخضرم. سيد دكتور عاصم لو كنت في الزاوية الزرقاء وعند الجولة الثالثة ما هي نصائحك للركن الأزرق؟ أولا أنا من وجهة نظري اللاعبة في الركن الأزرق هي اللي تسرع الوضع هي اللي تسرع نص الحلقة كل جولتين اللاعبة الهندية مش الحلقة الطبيعية تجمع الانفعالي بطل عام خمس مرات أدائها المهاري ليس بهذه القوة اللي احنا بننتظر لها اللعبة التكتيكية ثقيلة قادرة تحركها وهي اللي تحركها بشكل حرك يعني قادرة تجي هل تلتمس للعبة المخضرمة ماري كوم شرق العالم في هواه؟ هل تلتمس لها الفضل بحكم الجائحة التي توجد جديدة والتي عطلت الكثير من التدريبات والإعدادات شخص محمد خلينا نكون أكثر من الموضوعية هي وصلت الغرامة الهندية قد يكون ان هي في من الفن اللي يسلمونها المدرب بتاعها او الجهاز الفني قد تكون هي الفضل على الاله التكتيكيه وخلف الريف هي وهي داخله انا هتقول بكل واثق انا من وجهه نظري في المدرب بس ما فيش ادائها من وجهه نظري بطل خمس مرات التكتيكيه واقفه نفسها لكنتها بلدها لكنتها مسجده بطريقه رائعه تقدر تتحرك وتتركها على الاقبال وهي في نص الحلقه كمان شويه تروح على الاقبال وده اسمه فن الحلقه وخد بالك ان هي كانت بتلعب قلبت الجزء اه غيرت اتطرق شوف تحط صوتك كمان تطلع وهي طلعت تاخد واحده كلام من خبرات هي قويه هي قويه وبنت مثلا بتحبها جدا 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 في المصر ما عندهاش حل ثاني خليك كلها بتاعه الهنديه معاها وهي حلاله وهي شوف 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 لنقلب الدفة دكتور عاصم ولنعتبرك أنت الآن في الجولة الثالثة وأنت تقود الركن الأحمر في عجالة قبل نهاية الجولة الثالثة ماذا كنت تقول أنا لو مكان المدرب الركن الأحمر خلي اللاعب بتاعي أسرع نقلمات تحركاته عن الجناب أسرع ونزول الرد بتاعه أسرع ده كان المفروض من الجوله الثانيه ان هي تعمل مسافه تكون حاطط ثلاثه كمان بتاعها تطلع اهو شفت الفرق ازاي اختلف؟ لما سجلت هجوم مضاد على لعيبه الفريق الازرق واضح الفرق ولكن متاخر انا في وجهه نظري متاخر الهجوم المضاد يكون بعد اداء المنافس مجموعه من اللكمات تتخللها لكمه من اشهر الهجوم الهجوم المضاد بتعريف العلمي لكمه او لكمتين او مجموعه لكمه بعد اداء دفاعي ناجح الاصل فيه سلام الحوار وقع وسيد عاصم سلام الحوار وقع الملاكم من اجل وجود الضرب ومن وزاره ترقبه اللكمه اللي جايه يقوم ذات القصف لما اللكمه اللي فاتت انا هعمل ايه؟ اروح يمين انقل رجلي احط وش احط يمين وشيمه مفاجاه في مفاجاه في الدوري دكتور عاصم ما توقعاتك لهذا النزال القوي النهائي في وزن بابا؟ ركن الازرق
الركن الأزرق لنرى هل سيوافق يوافقك القضاء أم هي نسمع ونرجع لك يا كابتن. خليك معي. Nazym shocked the world. The winner is Nazym from Kazakhstan. Hard luck for MC Mary Kom. The best in the world in heavyweight category. There is a split decision, 3-2-2. Three judges gave the win to the Kazakhi girl and the Kazakhi fighter. And two gave MC Mary Kom. Hard price, Mary Kom, Ocean Farashu to Nazym. نعود ونستكمل مع الدكتور عاصم. دكتور عاصم لقد وافق القضاة رغم أن اللعبة الملاكمة ليس يوجد فيها توقعات. هناك فقط رأي للقضاة أو لك مرحب. ما رأيك؟ أحيانا